الظاهرة ديال بوجلود وما تسمى بظاهرة بالمون. وحنا الحمد لله مشرفين على هذا التراث وما بغيناش يضيع من خلوه لنا الجدود ديالنا، وبغينا نحتفلوا به حتى حنايا مع هاد الوليدات وهاد الصغار. كنحاولوا اننا من لا شيء، يعني اشياء اللي هي بسيطه بسيطه بزاف، كنحاولوا نخلقوا الفرجه ونبدعوا الحمد لله بتصاميم اللي هي فنيه ديال انامي الوليدات صغيورين وديالنا حتى حنايا الحمد لله. الفكره تنقلات اننا من ناس ديال البوادي، اننا ترعرعنا في البوادي وكنا كنعيشوا هاد الطقوس وحملناها للمدينه اليوم وجناها معنا الحمد لله، وها هي دخلات المدينه سلا، وهذه الدوره التاسعه الحمد لله. وكل في كل مناسبه كنحاولوا اننا ننشطوا، وفي كل نشاط كنحاولوا اننا نزمروا واحد الرساله، نبلغوا واحد الرساله للناس والجمهور ككل. فحال مثلا اليوم اننا العنوان ديال الرساله ديالنا او العنوان ديال الفرحه وديال النشاط ديالنا ككل، وهو الصراع القائم بين الخير والشر في هذا الوجود ككل.